يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم يقول إن أفضل تفسير للقرآن هو لأحد المفكرين وأنه لم يؤت بمثله، فهل يعد هذا من تجهيل السلف؟ نعم، هذا يقول كل فتاة بأبيها معجبة، هذا معجب بهذا الرجل، خله على سبيله وعلى طريقه، لكن نحن نقول أفضل تفسير هو تفاسير السلف، تفسير ابن جرير اللي هو إمام المفسرين، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير أئمة السلف، هي أفضل التفاسير، ومن سار عليها من مفسر الخلف. أما من بنى تفسيره على الفكر وعلى علم المنطق والجدل، هذا مثل الرازي، مثل تفسير الرازي، مثل تفسير النسفي، مثل هذه تفاسير السلامة منها أحسن بلا شك، والبعد عنها أحسن. نعم.